دمانتي بكسو دو هذا برنامج هالقضية في هذين كان عاوية ضباطا برنامج كان برنامج ضباط الله وحنا كعسنا أشخاص سياسيين أو مركز سئان ودينا سؤال بدن يحق بدن وأنا سمعنا هلا وكوكا تنسي وقف كنا سيابك لدون أيانو أمر نعيك لدون أيانو سؤالها كودينا ضباط كان يعاو وحنا مهد علنا يا برنامج كان يقوم مرتيا محمد موسى أباس وحلبان كمدة قليه وكل هذا حتى سيجا بجبل وقت جودو يهاي إما كانوا اللي بس أمر قايان فلا يو إنه حلبان عصب شرحي and مركو هرب برنامج محمد كسودو هذه أدوات سجال ويهاي and بالمركو هو رسائل صوت هذا إنه كل حلبان باتي هوا شدنا عقب بدنا مسألة عقب بدنا وحين أوقف سيندنا عن هوا شو صعوتة أرلاه أما كان بينك سيد كل موضع إما كان سيدا وحص عدان أرلاه كان بينك حلبان أنا رصد دورنا يو الله يرحمكم هذا هو محسن تعيين برنامج كنا في مرتبة عزيز كنتي دور شدان إن ما أنت قلينين نضيع من الحين وحنو أركام ما تشيره حنا أيكو بالعمل إنه كفو بيها ما تشيره لو قلت لك لك المقرصية السبب كنا عايد هاي هل كان أيكو بالعمل في بها قبائل إنه قونا قبائل فينا نكب حنا هو أنه المقرصي قلو هو أنه دور شو بي أصحاب الديمقراطية دي حكاية كيف دوانا هاي كنتي حب كان أي مكوسة أو تشرعية دون موقرة حب شرعية سنة ما وحب طول في اللي بوسي شو أو ننكي للي حي غير في تك أو دبي تناعي وحكسو قرانا يان وراق أو دبي تناعي لما ريان حقيق دون سدا ماها حقيق دو حوية يان حسبية شرا صدح حسبية شرا صدح ذا حسبي أيا مرشحي دون إياه إنو أثر كمو بارلمانكا أو جيسين يا رجليس وين أنا وهذا نين كصعدة أو كترسن حسبيا ودي بنيو أرجليس مركا حسبيا أيه وطالع كل ذي بده إذا يقيمين تي إذا يأهن كده سلو شرعية ده هاي هاي لا ده مركا وحن لا يا هاي حب كاني مكلو جود وانا يا أدد كوك صوت خيا وحن كبقى يا إنه خلطه يخلاف طبعا وهو شيء وهذا كان هذا كان حل جنبي كل جوتشرو يدو وقت يلا دوني ليس كان السوق بيا بقى دو دهي حتى انا خير ولي بكون دو سكول تشرايو اخرتي ساعه شك من حساسيه مرسا وما حيت تشد مرق ورا كقبطو ان لا سوق قال سيكر حسبيه كسوق قال سيكر انت دي لوقت والله انا و حنا اركا حسبيه ده ما انت مركا اد غو فيرستو كل انا حسبي بان كميده وحانا اسلي هي ولي با حسبيه ده اد لو تومايو arintoodu ay ka aad uga madax banaan tahay habka qabaailka in aanu nahay annagu oo kaasa hawshayda annagu maanta waxaan filayaa inay maanta saacadan aan ku jirno in gabagabadii ugu dambeysay aan maanta ka fadhino waan dhameystirkeedii hase yeeshee waxaan u arkaa xisbiyada ay habka qabaailka aad loogu tartamayaa in aanay muddada sida ay uga soo gaarsiinayaan ay aad u waayo because kala reebidii kala xulashadii iyo habkii dabiiliye xisbiga u jeedadii uu kala ahaa cidda uu doonayo inuu soo sharaxo saddex intibaas ah isku ah laakiin waxaan marka la eego in saddexda xisbiba idinku siyaasiyan ama isku raaxiyaha ama isku raaxiyaha laakiin marka xagga aragtida guud laga eego xisbiyadii waxba gacanta uguma jiraan marka markaad kulmiye tahay adigoo maxamed ah xagga gacanta idinku jira soo dhamaynaysaan soo idinkuba kama mid idin xildhibaanadii ni beelahan ka soo jeedaan iyaguba gacantii uguma jirto oo cuqaashi ma kala saarayso oo xataa lacag lama bixinayo oo arrintu mataraha dheer iyo habka dheer ma marayso wallahi runtii annagu waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadinaynaa inaanu aad uga fayownahay majiiraha dadka lagu kala reebayo annaga kala reebidda iyadu waxa ay taagan tahay guddigii fulinta ee golaha ee waajibka u lahayd iyo tii gobolka ee gacanta ku haysa أبو مشرحة أنت محمد وشرحة يا رب واحد تشرح حتى تسبق كلمية نعم واحد تشرح كلا كري دحدي هاي رجعن تسبق كلمية كبحي ربح المدن هاي مخلية أو تسبق وعد قلي أن أردت تدرس نعيك لدمون بواحد كسر النقطة إنه مرحلة واحدة لها وتب لجوح من يوم من أن السحبين وكلا حتى أنا أردت مرحلة واحدة هاي تسبق يلي هذا يسرع عشان كصبح أنا أقول لك 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 أنا
danteerkooda ka timi inay halkaa maraan oy go-aan kaa qaataan ayuu intaan anugu soo qaata waaya adigu xildhibaan maxamed ahaan raggii golihii hore joogay baad ahayd ee ku jiray waxaa leeyahay raggii hore golahan ugu jiray iminkanaysa soo sharaxayay arrintu waxay ku maraysaa cunashiqbay ku tahay ma jirtaa arrintaas maxamed wallahi rag badan ay ku jirtaa way jirtaa laakiin oo sababtuna waxa weeyaan marka dee runta laga sheego ee hambeynta laga sheegin golahan daliilo badan buu lahaa daliilahaa badan ee uu waajibaadkiisa sharciyadeed u mari waayey wuu cuntami waayayaa dadka hase yeeshee haddana ashkaastu qof walbana ashkaastiisa iyo de siduu bulshada ku yahay ayuunbuu maantana tartay la horimaraya anugu waxaan la soo taaganahay waxa weyaan waa duruufaha jiraana way jiraan laakiin nin waliba bulshada siduu ku yahay ayuu tartankana maanta soo gelaya ma ka mid tahay ragga ay baashu shiqu tahay imikee rag kale oo cusubi ay berber ordayaan weliba beelaha laftigoodina arrinta ay wataan maya kalsooni baad ku qabteen aad soo baxaysa soo baxay kalsooni baad ku qabtay adiga ma jirtaa cid beesha ah matalan ama odayaasha beesha oo aa wada hadasheen is aragteen waxa isla qaadateen waayo beelihii laftigoodii horjoogayaal nimankii caqaasha ahaabaa iyaga laftigoodii ka ah wallahi waxaan leeyahay haddii ninka aa sharaxayaanu aad ugu dalle badan ka haysanin amaana aad saaxiib u ahayn ragga odayaasha arrinkiisu meel wacan kuma dhacayo baa laleeyahay wallahi annagu taa waa ka fayownahay anugu markaad xagga xaafadnimo aad iigu celiso murashaxiin tiro badan amba murashaxiin aan tartan siyaasiga oo reerka ah u qabaliya oolan ugu jirnaana ma jirto tu odaynimo oo taas aad sheegaysa ahina annaga meesha wax ka yaal ma aha anigu reerka beesha keligiiba ka murashaxa waan qabtay laakiin rag baad soo qaaday saaxiibada ee golaha ku wada jirtaan kulli cawo waa lagu wada fadhay waa la iska wada warhay yaa ka mid ah ragga arrinta ku adagtaa wallahi rag waa badan yahay lakiin kuma odhan karo rag waa badantay laakiin waa badan yahay iyadoo na hibla la odhan dee wujuuhduna way badantay waana garashadeedana waynu naqaanaa marka waa badantay dee rag badan arrimo ku adagyihin wararka naga soo gaadhaya tog dheer iyo xataa laba toddobaad ka hor mar aniga laftigayga aan tegay xaaladda meeshaa ka jirtay waxaad moodaysay xagga ololaha iyo ragga lasoo xushay in xisbiga mucaaridka ee kale u cid raggii ugu shishlaa badidooda gobol ay gacanta ugu jirto dadka qaarna waxaabay ku qiimeynayeen in xagga horumoodu isagu yahay labada xisbi ee kale waa ku horeeya maxaad arrintaa ka oranaysaa wallahi anigu arrintaa aad ogaal uguma hi karo laakiin waan maqlayay in murashaxiin badan oo aad loogu tartamaya ay meesha ay taal laakiin weli anigu kuma saxi karo siday u kala shilis yihiin iyo siday u kala hilib wey yihiin kuma taaban karto waan gartay gobolka hargeysaad ka sharaxan tahay xisbiga kulmiyaad ka sharaxan tahay labaatan kursi baa dhex yaalla marka laga yimaadaba xisbiyada beelaha hargeysa wada degaa beel waliba labaatan iyadu doonaysa inay qaadato rajadaada ku waajahan marka aad qaadato codka hargeysa ama gobolkan hargeysa waxka kasbanaysa maxamed ilaalkee bay gaadsiisay wallaahi dorta gacan kasa weya taas ninkana waxaa laga rabaa horta dee dadaalkiisa iyo ololihiisa inuu dee yuhuuntiisa dee la yimaadaa baa laga rabaa laakiin helitaanka waa wax qayb u yaalla qaybka anugu kama waramayo laakiin dadaalku ma ka waramaya dadaalkakalsooni baan ku qaba dhinac kala dal soo qaadanno waxaa jira ninka xildhibaanka ahay inuu ku tartamaabay ahayd waxaasan haya saasaan u socdaa xisbiga anigo ah xataa shaksiyan qofka inuu isaga laftigiisa wax badan muujiyo inkastoo ololaha badidiisu weli harsan yahay laakiin kan iminku waxaad moodaa in beesha ay dadkii xulayso dadkuna waxay ka cabanayeen doorasho hore oo golaha deegaanka ahayd oo xisbiya la doortay iminkana miyaan la odhan karin inuu hadhowma waxaa laga caban doonaa un mar kale haddana in laydhaha beelaha waxaan soo doortay raggani raggii halkii dee raggii shishlaa beela danta awgeed danteedii ay ugu harani runtii horta su-aashan isweydiinayna hadalkeenu inaynoogu bilaabay horta waa taa qaladka koowaad ee aynu ka cararinayna wuxuu ahaa doorashadii deegaankii hore aynu imanka ka hadlaynay oo ay sida ay inoogu soo baxday dib loo eegayay oo qaladaadkeedii aynu hayna sababtan keentayna waxa weeyaan liiskan lala cararayo ee cidi gaari ay la cararayso ee ciddii xaqa u lahayd lagala cararayo ayaana keenaya taa haddii asxaabtii xaqa u lahayd ee murashaxiinta in ay iyadu kala doorato oy xisbinimo u eegto ooy aqoon u eegto ooy u eegto kabaad ninkaas intuu ka qaadi karayo ee u eegto inuu cod u keeni karayo sidaa loo qiimay in la haddii loo daayo waxaan qabaa in aanay wax cabasho la ydhahda aanay ka soo bixin laakiin marka la leeyahay anigu reer hebel baan ahay ee miyaa noo haysaan kursi
هدي أيدان نو حين كرسي عن تجينا حس بجن كله واحد يلا لا صعدة يلا لا عرضية واي نقرنا هنا أدب نقول ولسنا أنا قطع مثلا جه الله يو أشخاص أما رجل صح ولاي إن وحلي ليه هاي بقى أنتي ميزان كده في كل عي أكون طالب بالي فين فده قال ماشي فكور سنة يا أما جودي سمع عودة غير كني هالشوقة والنقطان عدنا إن عد هير عدنا حس بموضوع جري كرو لكن هو حلاه رجع تيده ودي أما وناك جودي هاي هذي رجع إن في أقول لي هاي لقوا كلا فيها يا كرامة دودي تقال أبا كلا فيها يو كم دولار لبا كم شن بقول لعك تاسع صورته والله رنتي دقة هوي نجيك صورنا حسارين تاس أنا بس شخص نما ضيدا يحق قال حام بيش أنا لقوا كسوة شيدو مرنا با محيالة iyo wax cid wax kala reebto oo dhaqaale ku kala reebta oo anaga gudahayaga ma jira mid xisbinimo aanu ma jirto mid halkan ka soo jeedayna ma jirto welina ma jirto way dad badan ee samaxmadeen tagii hore xilibanada ahaa ee golaha ku jiray waxay qabteen oo xooga ama aad loogu farxaa ama bulshadu ay ku raaysay ma jireen nimanka hal wada